من كييف مباشرة ينضم إلينا الزميل محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز في أوكرانيا. محمد، برحب بك إلى هذه التغطية على إكسترا نيوز. يعني ما مستجدات المشهد لديك في كييف؟ تفضل. طبعا مستجدات المشهد أبدأها ربما من حيث أتواجد، من محطة نقل المسافرين بالقطارات من العاصمة الأوكرانية كييف، والمخاوف الكبيرة التي أدت بسكان العاصمة إلى توجه هذه المحطة بالآلاف بشكل يومي من أجل الهرب من العاصمة، إثر المخاوف عن الأنباء بإمكانية طبعا زيادة حدة المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية، وإمكانية أن توجه القوات الروسية قصفا إلى أماكن ربما مدنية وفق ما تقول السلطات الأوكرانية هنا. طبعا إضافة إلى ذلك ما يحدث من صراع في منطقة خاركيف التي تتعرض بشكل دوري لقصف روسي، أدى على الأقل اليوم إلى مقتل نحو 5 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين، برغم تأكيدات رئيس بلدية خاركيف الذي ما زال يؤكد بأنه رغم كل ما تعرضت له المدينة من قصف روسي سواء بالصواريخ أو بالدبابات، إلا أن المدينة لا زالت واقفة وأنها لا زالت. وهنا محمد الرئيس الأوكراني زيلينسكي يؤكد أن خطوط الدفاع الأوكرانية ما زالت صامدة أمام هذا الهجوم الروسي. ما الجديد في هذا الصدد ومدى صمود هذه القوات أمام القصف الروسي أو الهجمات الروسية؟ نعم، الصمود الروسي الصمود الأوكراني في الحقيقة بات يفاجئ حتى المواطنين هنا، ولذلك هذا رفع من معنويات الجيش الأوكراني ورفع من معنويات قوات الدفاع الذاتي، وهناك الكثير من الناس الآن يتوجهون إلى المراكز التي تقدم الأسلحة وكذلك تعبئ المواطنين من أجل مواجهة ما يسمونه عدوان روسي على أراضيهم. طبعا هناك صمود، بقاء العاصمة لحد الآن متماسكة هو دليل واضح برأيهم على الصمود الأوكراني، ولذلك ينتظر الأوكرانيون كذلك معونات أسلحة من قبل دول غربية وشركاء لزيادة الصمود الأوكراني في هذه الحرب. ده كان هيكون محور سؤالي لك المقبل يا محمد، متعلق بالمساعدات، يمكن المساعدات الإنسانية، المساعدات الاجتماعية، المساعدات حتى العسكرية. كيف تبدو الصورة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالمساعدات، خاصة وأن هناك ربما توحد في الرؤى من كل دول العالم على فكرة مساعدة أوكرانيا سواء على الصعيد الإنساني أو على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد الاجتماعي؟ نعم، تعتبر أوكرانيا هذا الوقوف الدولي يعني معها هو نتيجة صمودها، وأمس كان يعني قرار الأمم المتحدة بإدانة ما تعتبره عدوانا روسيا أمرا مهما بالنسبة للجانب الأوكراني. زادت الدعوات الأوكرانية لشركائها بضرورة المساعدة سواء المساعدة الإنسانية أو المساعدة العسكرية. وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أكدت أمس وصول مساعدات عسكرية من دول أوروبية، زودتها بصواريخ جافلين، ينتظر كذلك مساعدات أمريكية ومساعدات بريطانية في نفس السياق. بالنسبة للجانب الإنساني هناك دعوات لمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات إنسانية أخرى بضرورة إدخال المساعدات إلى المدن الأكثر تضررا، خاصة مدينة كييف التي تحتاج إلى ممر إنساني، وكذلك مدينة خاركيف التي عانت القصف على مدى بشكل خاص خلال 3 أيام الأخيرة. محمد، إذا تحدثنا عن المباحثات أو المحادثات بين الجانبين، من المفترض أن الوفد الأوكراني في طريقه لإجراء جولة ثانية من المحادثات والمباحثات مع الوفد الروسي، هل هناك جديد أو تصريحات جديدة بخصوص هذه المحادثات؟ لا، هناك صمت مضبط في الحقيقة عن ما سيمكن فعله في هذه المحادثات، لكن الأهم بالنسبة للجانب الأوكراني هو التركيز على ضرورة وقف إطلاق النار. هذا هو ربما النقطة الرئيسية التي سيسعى الجانب الأوكراني إلى الوصول إليها في هذه المحادثات، أمال قليلة جدا متعلقة بها بناء على ما يجري على الأرض من خلال المعارك الدائرة في مختلف مناطق البلاد. يعني وهناك أمال أخرى طبعا أكثر ربما أمال لدى المواطنين الأوكرانيين البسطاء الذين يعانون جراء هذه الحرب. طيب محمد، وأنت تتحدث عن المواطنين الأوكرانيين الذين يعانون جراء هذه الحرب، ونحن نتحدث عن المفاوضات، لن أسألك عن
يعني ردود فعل وسائل الإعلام، سأسألك عن ردود فعل المواطنين سواء المحتجزين أو الجالسين في الأنفاق، المواطنين الذين كرروا حتى أن يلجأوا إلى دول أخرى، الموجودين على حدود سواء مع الحدود الأوكرانية الرومانية، الحدود الأوكرانية البولندية، كيف ينظرون إلى هذه المفاوضات؟ طبعا المفاوضات ينظرون إليها بشيء ربما من الأمل، لكن مثل ما ذكرت هو أمل بسيط، لأن المعارك على الأرض متواصلة، القصف متواصل، هناك مخاوف حقيقية في الحقيقة، هناك مخاوف، هناك إدراك بأن هذه المفاوضات لن تحقق حدا أقصى من النتائج. لذلك هناك لحد الآن هناك منظمات تذكر بأن نحو مليون لاجئ عبروا حدود الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهناك الآلاف الآخرين في طريقهم، هناك مدن الآن غارقة باللاجئين، خاصة مدن غرب البلاد ومنها لفوف، إيفانو، فرانكوفسكا وغيرها من المدن على حدود رومانيا، بولندا، وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز من أوكرانيا وتحديدا من كييف، شكرا جزيلا لك.